حكومة سومالي لان ايا وحا اي جوجي سي قبي اهان با دبالدقي لو سمين لها حسكا سيدي دي طبان كامي وحاك له دولة سوماليا اي اقدق تي انسان لقي ملتريها اي كسمي ساتو مقالة ده اما با دقم ده بوهو لي سيدا وركان وكفا فهنا يوريها يقا اي درويس عبد الله او كم دا ورياش يدا نوغا صور رما مقالة ده هرقيسا عثمان عبد الله السحر ديد عاداني وزيرك وزارة ورفافين تي سومالي لانو قيبا كمي دا ورفدي انا دا كل هاد ليي حرونت وزارة دا سي كل هاد هاي مقالة دا هرقيسا وحاو الشاقين مدحويناها سومالي لان احمد محمد محمود سيرايو ابا راح دالك كتشرا وقاد هكاد قليي حسك استند قورا دا سيدي دي توبان كمي او اهمالين سيوي لوغا حسد ديگا ندا سومالي لان تاسو وكوب بيغن مركي حرية دا دي بولا صولا باتي سومالي لان نساقال بغول كوبية ساقاشن كي سيدادية طبان كيمي وحن وزيركو شاقين خرشات كي فراها بادنا اي حكومة دا كيب دي حجري حوز كاسي لوغو قرمان دونا داد كاباروه سامين تا كوية شين تبالدقي ايتين مي وحاو مدحوناها جمهورية دي سومالي لان مدنانا احمد محمد محمود سيلانيو قوامي ان ايتين مي دبالدقي دي يبخان بخي أنو سند ول بس من يجني شن يلاتن كيسنا ولا صور عافي إن أنو سند كان سيد ودين إن قرن كجمهورية الصومالي الآن هدي طولة هاي لعكتي لو دبل دي كشري إن لو بدلو قرمة أوارها فحكروا له قامي هدي طولة هاي هي هدي دقمة هاي يا هذا قبل تاعي يا هذا عاصمة تاعي ومدة جمهورية الصومال لأني هذا قرب شوقة تاعي ملك استعي شوقة أنا سنة كان كنت قديش أسكت قديش وأي ساعة ذك أي وقف كيران سيدا إنه قرب كعب عرح هو غيب قادر إنه وواحد كسته وده بلد جاسة إنه بدلنه قاران أورين aynu dadkeena abaaruhu ka maxaan ku raadahay soo barakacay ee ay abaaruhu saameeyeen aynu maxaan ku raadahay la wadaagno anka kale wasiirka wasaaradda warfaafintu waxa uu jawaabada ka bixiyay hadal dhawaan xukuumadda uga yimid hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji waxa xusuusan doonaa waxa kamid ah Xirsi Fudayd faan badan ku takrifal xaqjirnimo chaahwareer inqilaab charis ka hor aniguna aan ku darsaday iyo khaayinimo horta xirsi waa ninka taa waxa ka sii daran isagoo xirsi inqilaabkii ka fashilmay ka dhigtay inuu ahaa kii qalinjibintiisii ee xagga siyaasadda isla markaana gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Buuxi Cabdi ku ceebeeyey ku sii jirista dugsiga siyaasadda ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaa kaloo xirsi sheegay in hawaasadu hadalka u dhigay Muuse uu yidhi adigu baawarkii ku shaqaysay anigu aan ka tagay waa ka qalin jabiyey laakiin anigu waxaan helay meel kale ma garanaysaa yaa meel kale waan macalin ka ahay ay macalin aan ka ahay wiil ayaan helay haduu fahantay haddii uu xirsi macalin u noqday kaadiriinta iyo musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro waxa muuqata inuu helay meel dhaleen ah xisbiga kulmiyana waa meel qoodh ku badan tahay xisbigu waa ogaa xirsiga garanaysa iyo inay ciro iyo kooxda kula socota ee maalin walba intay TV-yada soo taagaan leh dagaal baan u ridi doonaa oo kii ugu dambeeyay wasiirkii cadaaladda 5 sanadood ah Xuseen Axmed Caydiid dagaal baa dhici doona aad leedihiin
حرسي ودتك وكفوا جكسينهم وأنا يغني وحاطه حسن وقدام بنتينا وزيرك وزارة ورفاه فينتا عثمان عبد الله سحديد عطاني وحول شوابه ذكب حيصلك أيضا ودولة الصومالية شاكتين كسم يصدون ثم قال ذا بوه الله وحنو قنف ككل فت كان هاي الصومالية يسومالنا وزيرانه أيضا كي أفريقيا وحول وينا محمد سياد بره ومدح وجامين يي سومالي مركو وجامين يي السومالي الآن لا تقالن تي وحنا كجوان أو بلن قاضة إن عنا حدودها جمهورية السومالي الآن عدنا وقد بفر سنين أيضا رجع صار كرجع ودوي شو كانوا ينولي ندم فانت نبض كتالي أنا ولا نهاي هكينتا أي حكومة دو تشوشيسي حفلة دي يفانتاسيه لو سمين تري حسك سيدي دي توبان كمي يا نقونا يسمر مركي وقور رئيسي حكومة دانو هوقامي مدحوين أحمد محمد محمود سينايو أي كورو واقان هكينتي سا وعيدروس عبدالله إسباعيل بيرشيا تلفيشك عالمي غاي سماري كيبل هرقي